السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. في فرق كبير ما بين ان انا اقرا في الكتب المراجع عن المعماريين الكبار حسن فتحي ورمسيس ويصا واصف، وبين ان انا اقعد واسمع من معماري متخصص عاصر الشخصيتين العظام دول، هو المعماري المعلم دكتور عصام صفي الدين. هنشوف مع بعض دلوقتي من خلال الفيديو دكتور عصام صفي الدين في استضافة دكتور ياسر السيد في محاضرة كانت موجودة اتعملت في الشروق سنة 2015. دكتور ياسر السيد يعني من أشهر الدكاترة اللي أنا اشتغلت معاهم، ما شاء الله عنده ملكة إن هو يوصل المعلومة للطلبة بأقل الإمكانيات. يعني أنا بحب أحضر محاضراته وإن أنا أسمع منه، فكون ان دكتور عصام صفي الدين ودكتور ياسر السيد يشاركوا مع بعض في محاضره واحده، يعني دي كانت حاجه عظيمه، يعني من اجمل المحاضرات اللي انا حضرتها في حياتي، واللي فعلا الطلبه استمتعوا بيها وكان ليها مردود ايجابي بعدها. هنشوف مع بعض دلوقتي الفيديو. طبعا هنخلص الشكر والتقدير لصاحبه الفيديو، في حد صوره من خلال الموبايل وبعته لي وانا حاولت اجمعه وبعرضه، واتمنى من الله عز وجل ان يكون علم ينتفع به الى يوم القيامه. للمعماريين اللي عملوا إعادة إنتاج لنماذج من شغلنا التراثي القديم يعني، وبالتالي كان عندهم كاركتر وشخصية مختلفة. نالوا تقدير من مصريين وأجانب في أوقات كتيرة أوي. أنا بشوف إن ده تحت عنوان نظريات، لأنه دول عندهم وجهة نظر. إحنا طول الوقت مركزين أوي على وجهات النظر والنظريات المعمارية اللي مالهاش علاقة بيه. فالحقيقة إن التوجه اللي موجود طول الترم الثاني هيبقى كده. وعشان كده دي أحد الحلقات اللي في وسط المحاضرات القادمة. النهارده نتكلم عن حسن فتحي ورمسيس يوسف عاصف. الهدف من الموضوع جميل قوي، انك شيء مؤثر ويعطيك انطباعات كتيره، انك تعرف عن حياته الشخصيه وجهه نظره في الحياه زي ما وجهه نظره في العماره، لانه تعرف ان القصه كانت رساله، ما كانتش اكل عيش بس بالنسبه له. فاحنا هنتعرف عن الاثنين، وانا كنت قاصد ان احط رمسيس يوسف عاصف لانه مش يعني ما خدش حقه كتير من الشهره، لكن الهدف من لقاء النهارده التعرف على وجهه نظره المعماريه، وجهتي نظرهما المعماريتين يعني الاثنين، يعني مش بتكلم على واحد منهم. النماذج بتاعتها عامله ازاي؟ في فرق بينهم وبين بعض ولا مفيش؟ في فرق بين وجهه نظر ووجهات نظر المعماريين في الدول الاخرى؟ هل احنا عندنا مهاره وفن لقراءه الاعمال بتاعتهم ولا لا؟ يعني انت بتقرا الاعمال بلاناتهم ومقطعاتهم وواجهاتهم زي الاسقاطات الهندسيه في كل حته في الدنيا، ولا عندك مهاره قراءتهم والتجاوب مع هذه الرسومات؟ الحقيقه انه في لحظات زي كده بيبقى بالنسبه لي صعب، انه في حضور استاذنا العظيم المعماري عصام صفي الدين، اللي هقول لكم انه انا من اولى كليه تقريبا كنت بتابعه، حضرنا له معرض في الاوبرا كان عن ماكيتات ومتاحف وحاجات كده لطيفه، وكان بيودي ورق زي اللي انتوا هتاخدوه زي ده النهارده، واستلمت واحده منه. والحقيقه ان حضرت له محاضرات حتى في الكليه عندنا، كنا بنجري عشان نسمع الراجل وهو بيتكلم عن حسن فتحي، لانه مش عن قراءه، عن معايشه. يعني هو ناقل الموضوع دايركت منه، هو دايركت من رمسيس يوسف واصف، وعشان كده هيبقى صعب ان احنا نتكلم، هتبقى حاسس انك قاعد تطلع هتقول حاجات غلط كتير. فاذا كان المصدر موجود فبالتالي هنتعامل دايركت كده، واتمنى ان هو يعني كمان يعرف انه بيكلم من حجمنا الصغير ده، وهو يعني يدينا المعلومات في السكه دي. يا رب ان شاء الله يعني ما نكونش دمنا تقيل ومزعجين بالنسبه لحضرتك، ويا رب نكون كده مبهجين، يعني تسمع ونتعلم. حضرتك محتاج اي داتا، احنا لامين الموضوع بداتا كبيره، لكن كنا حابين حضرتك يعني تشري معلومات. اتفضل يا جماعة. في البداية بنشكر الدكتور عصام صفي الدين عشان هو يعني خد من وقته ومذلنا عشان خاطر يبقى معانا في المحاضرة ديت. فالناس ترحب بالدكتور.
عصام يعني. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بشرفني اني اطلب عشان اقابلكم في بدايه السنه باجي هنا في اكاديميه الشروق بس في سنه رابعه، او دي السنه ال 49 اللي انا بدرس فيها في عشر 15 مكان. لا انا صوتي عالي، في حد ورا مش سامع الصوت؟ أنا ما جهزتش محاضرة، طلبت مني بالأول أمس بعض الكلمات كتعريف أكثر بالمعماريين المعماريين حسن ورمسيس، فأنا جاي إلى الإعداد وأرجو إنه بعض الإشارات اللي حولها تكون مساعدة على التعرف على هذا الفكر وهذا التوجه وهذين الشخصين، وممكن لأي حد منكم طالب للمزيد أنه يقابلني وأقعد معاه يوم 2/10، أو لو ربنا قدر أني أقدر أخلص بيت المعمار المصري اللي أنا أشتغل فيه وفي بعمل فيه متحف لحسن فتحي في نفس شقته اللي كان ساكن فيها ومتحف لرمسيس في فواصل، والباقي عن تاريخ للمعمار المصري من زمن الاستيطان الأول حتى الطرز حتى عمارة الدولة حتى العصر الحالي، ويبقى فيه ندوات وقاعات إلا إذا ترتب على زيارة أول أمس أو مشكل أول أمس إني أفك كل ده كله ودمره، لأن وزارة الثقافة فيها المسؤول عن هذا عشان يقوم بالتنفيذ. من ساعة فاروق حسني أصبح مهمل هو والفرقة فطحت فيهم كلهم. أحسن حديث عندي هو أن أتحدث عن ابن بلدي، أحسن حديث عندي أني أتحدث عن بلدي. فإذا كان من العظماء في مجال تخصصي حسن فتحي ورمسيس ويصواصف دائما أعلى الحديث، مش مجرد أنه أحسن الحديث. إشارات سريعة غير مرتبة. حسن ورمسيس كل منهما درس كما درس الآخر، لكن رمسيس بعد ما خلص دراسة الثانوية أو التوجيهية وقتها راح فنون جميلة فرنسا. حسن درس في المهندس فن اللي هندسة القاهرة واستقر في القاهرة، لكن هما الاثنين أصبح معترف بهم دوليا على أنهم من علامات العمارة في مصر وفي العالم. ليه؟ لأنهم بيعبروا عن الثقافة المحلية المتوافقة مع هذا المجتمع أحسن تعبير ممكن، مع الاحترام لكافة المعماريين الآخرين، لكن لأنهم ألزموا نفسهم باللي اعتقدوا فيه مما يجب أن يكون متوافقا مع هذه البنى، مما يجب أن يكون متوافقا مع العمارة للإنسان والمحافظة على كل الثروة الطبيعية والثروة البشرية. حسن فتحي المولود 1900 وتوفي 1989، رمسيس ويصواصف 1911 وتوفي يوليو 74. حظي العظيم اني تتلمست على ايديهم الاثنين، وده كلمني عن ده وده كلمني عن ده. حسن فتحي كنت بروح له اي اغلب ايام الجمعه الصبح، ورمسيس ويصواصف اغلب امسيات ايام الثلاثاء.
حسن فتحي درس في المهندس خانة نفس المنهجية الأجنبية وبدأ يشتغل بيها لغاية سنوات أوائل الأربعينيات لما انتبه إلى محلية العمارة الوردة وزهرة في الريف بعد زيارته مع والدته للأرياف في مصر. كان أول انتباه رمسيس ليس واصل شارب الموضوع ده من ساعة ما كان في الثانوية، ولما راح بزار باريس كان مشاريعه فيها لمسة مصرية. مشروع الدبلوم بتاعه في باريس كان اسمها الدبلوم اللي هو أعلى، كان أعلى دراسة معمارية في العالم في القرن العشرين، كانت بوزار باريس ليفربول هاي بوليتكنيكال في سويسرا، دول كان أهم. ومعاهم بقى جت بعد كده المدرسة العظيمة بتاعت والتر روبيس في ألمانيا. رمسيس لما رجع هو لأنه شارب من البيئة المصرية انتبه إلى زيارات قرية البجوات أو مكان البجوات اللي هي مقابر في الواحات، ونبه حسن فتحي إليها لما حسن فتحي جه وابتدى يدرس في الفنون الجميلة في أوائل الأربعينات. يعني حسن فتحي أسبق في التدريس في الفنون الجميلة، لكن رمسيس أسبق في الانتباه وتعاونه في هذا التوجه، وراحوا في النوبة في رحلة مع الكلية أو وقتها كان اسمها مدرسة الفنون الجميلة العليا إلى النوبة، وتعاونوا في منهجية الفكر الواجب أنه يكون. رمسيس فنان وممارساته للفن والتربية والتنمية كتيرة، فما كانش ظاهر قوي في المعمار، اهتم بالفنون وكان عزوف عن المشاكل، هذه الطباع يمارس النحت ويمارس الازاز المعشى ويمارس التربيه والسجاد والحاجه مع الاطفال. انما حسن فتحي شخصيته وعناده وقوته وثباته خلته يبقى اكثر شهره، ثم انه تعرض لشغل معماري اكثر من رمسيس. لكن شغل معماري لده او لده حسن فتحي اوراقه كمشروعات حوالين 100، لكن اللي تنفذ منها ما يحصلش 30 او 40 او رمسيس ليس واصف أوراقه ورسوماته حوالين 50 أو 60، اللي تنفذ منها حوالي 30 أو حاجة زي كده. إنما الفكرة مش بالعدد، إنما أصالة الفكر والأداء المؤثر في الفكر المعماري. الاثنين أصبحوا رواد لما أسميه في بيت المعمار ريادة المدرسة المحلية المصرية الانتمائية. توجه لما تشوفه تحس انه مصري، مصري بسبب التشكيل، مصري بسبب انك لو دخلته تحس انه بينك وبينه حوار. انا بتكلم بالعامية، انا مقراتي عادة بالفصحى لكن مع الشيء دردشة، تحس ان بينك وبينه حوار. ما تخش مباني من العصر المصري القديم في حوار، بس المصري القديم اللي هي اللي باينة، مش المساكن، المساكن مش موجودة، هي يعني المعابد والمقابر، تحس بوقار واحترام وتأثير بصري ومعنوي، إنما تحس إنه مصري تماما. المرحلة اللي جت في المسيحية أغلبها اهتمامات بالعمارة الدينية، لكن هي استمرار للعمارة الشعبية المصرية ومتأثرة بالعمارة المصرية القديمة، لكن تبلورت أكثر هذه الشخصية في مرحلة العمارة الإسلامية، امتداد للشعبي والمصري والمصري القديم والمسيحي ثم المحلية المرشدة. بس أنا جبت سيرة العمارة الشعبية، العمارة الشعبية ما حدش بيدرسها، هتلاقوا لها عندي قاعة خاصة بيها لها أنماط، عمارة الأرياف في الدلتا وريف الصعيد، عمارة السواحل، عمارة الصحاري وحتى الغربية بالذات، عمارة الأحياء القديمة من المدن التاريخية القديمة، عمارة النوبة أو ده إقليم قائم بذاته. اللي أنا ذكرتهم دول أنماط موصولة ببيئتها جنوبا شمالا قربا بعدا عن النهر أو البحر أو الصحراء أو الرمل، معبرة تماما بالمادة الخاصة في المكان، المناخ المحلي وخبرات متوارثة في التعامل مع العمارة للمكان ده بالطريقة دي،
وسبل الإنشاء دي والأعراف السيدة عشان البيت ده يطلع بالشكل ده أو المسجد ده يطلع بالشكل ده في العمارة الشعبية. من قبل تأسيس الدولة المصرية القوية العظيمة هي حوالي 5000 سنة، قبلها بحوالي 15000 سنة ظهرت هذه العمارة الشعبية واستمرت لغاية سنوات الستينيات لغاية أما ابتدت بقى الهدم والفلوس اللي جت بالخليج يهدم بيته ويعمل بالخرسانة خرسانة وغيره. فالظواهر بتاعتها عمالة تقل، بس أنا راصدها كلها وموجودة في بيت المعمار المصري. تخش الواحات، تخش القرى، صبية دلتا، تحس بأن دي عمارة متميزة قام بها البسطاء بدون مدرجات دراسية، معبرة عن المكان تماما. دي أساسيات استلهم منها حسن فتحي رمسيس ويسا واصل خواصهم الفكرية قبل الشكلية، وإن كان اللي احنا بنشوفه شكل أكثر ما هو فكر. حسن فتحي أقرب لحبكة العمارة الإسلامية، رمسيس ويسا واصف أقرب لتقاليد العمارة الشعبية في الصياغة، في طريقة الإنشاء، في تلقائية العمل على الأرض مباشرة. حسن بيقعد يهندسها الأول، ده مش معنى ده أحسن ولا ده أوحش، لا، الاثنين عظماء. يمكن عشان حسن فتحي عاش عازب ما اتجوزش غير سنتين أو ثلاثة من أخت أحمد حسنين باشا، ورمسيس لأنه اتجوز وأعباء وعيال فمدد. عظيمة، وهي اللي كلفتني بالكتاب اللي ابتديته بس ما كملتوش عنه. حسن فتحي أوكل إليه في منتصف سنوات الأربعينات تهجير أهالي الجرنة اللي بينزلوا ياخدوا من الآثار القديمة من غير ما حد يعرف وتتباع، فأوكل إليه مشروع التهجير. فابتدت خبرته اللي يدوب لسه متبررة في الريف وفي الطين تظهر هنا. وليه هو اللي كلف بيها؟ أو ليه كلية الفنون الجميلة هي اللي كلفت بيها من قبل مصلحة الآثار؟ لأنه حسن فتحي كان في المدرسة الفنون الجميلة هو ورمسيس، الاثنين ابتدوا الإعداد للجرنة مع بعض. بس حسن فتحي لأنه حد وناشف كان عايز إجراءات معينة، ورمسيس قال ما بفيش تعب، خلاص يا حسن أنا ابتدينا وأنا هسيبك وأنت كمل. فنسبت إلى حسن أكثر من رمسيس، بس البداية في المبادئ العامة الاثنين مع بعض، وده قالهالي وده قالهالي، وكل واحد يكن للثاني احترام. تبلور عن هذا الموضوع الظواهر اللي احنا بنشوفها وبنتكلم فيها بس ما نعرفهاش الا من خلال ما بتقال مشربيه وقبه وعهد وغيره وغيره، لكن لا، دي منهجيه فكريه نتيجه ماده متوافره وثقافه بناء وامكانيات متاحه. وما استعمل مادة لها نظام حتمي للإنشاء فبيدي التشكيل ده، أما استعمل خشب عشان المسببات، أما استعمل منهج في التوزيع مسببات وأعراف اجتماعية. فلازم أما تتفرجوا على الحاجات دي تدوروا إيه المسببات، منسوبة إلى البيئة، منسوبة إلى الاقتصاد، منسوبة إلى الاجتماع، منسوبة إلى الزمن. حسن فتحي ورمسيس لو كانوا عايشين لغاية دلوقتي غالبا كانوا حصل تطور عندهم في أعمالهم أكثر من اللي إحنا عارفينه عنهم، لأن الاثنين رغم ما يقال إنه جامدين على شكل إلا إن كان فكرهم متطور، لكن ألزموا نفسهم بما يمكن أن يتوافق مع هذا المجتمع أو بيتصادم مع المجتمع فيه. الازدحام، عمارة حسن فتحي ورمسيس ويسا واصف تعنى بالإنسانية في العمارة التي لا تتفق مع الازدحام، لا تتفق مع الكثافات البنائية المرتفعة أو الكثافات السكانية المرتفعة. وإيه السبب فيها اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ إنه الأقاليم دراساتها كتخطيط إقليمي لم تفعل من سنوات الستينيات. المفروض هتاخد التخطيط الإقليمي شرح لهذا الكلام، كل مجموعة بلدان وبلاد مع بعضها وقرى تكون فيما بينها تكامل، يبقى إقليم يطلع السكان والترفيه والتعليم وكذا وكذا، يبقى سكانه مش هيروحوا للمدن،
هيبقوا قاعدين ان يروحوا للمدن الكبيره مجرد زيارات. ده لم يفعل فزادت التكدسات. انما العدد اللي هو 89 مليون عندنا دلوقتي ولا 90 مليون، ده ثروه مش نقمه لو كان احسن توجيهه واحسن استثمار الاراضي على نطاق الجمهوريه كله من 60 سنه. لان عندنا ثروه بشريه وثروه طبيعيه. حسن اهتم بقى من خلال رحله حياته ب زي ما قلت الحبكه في العماره الاسلاميه، انسانيه العماره، موسيقيه الشغل في العماره، لانه كان بيعزف على كمانجا فتارس موسيقى، رمسيس كان بيعزف على الناي، ولما هتقولي هتشوفوا الكمانجا اللي كان بيعزف عليها حسن والناي اللي كان بيعزف عليه رمسيس، والمسدس بتاع حسن كمان، كل ده انا حاطه في دولاب خاص بيه، واخر معلقه وشوكه وسكينه وبتاعت فلفل وملح كان بيفطر بيهم قبل ما يتوفى. اهتمامات حسن فتحي اصبحت الانسانيه، الجماليه، الحبكه، التهويه ونظمها المتنوعه حسب البيئه المكانيه منسوبه الى نسبه حركه الريح واتجاهات والرطوبه السائده في اغلب مدار السنه، دراسات كتيره قوي فيها، وكان واخد قاعه محب الدين افضل مثل للتهويه الطبيعيه في العالم، وده اللي انا عملته عنه كمحاضره ومعرض في روما 92 وعن حسن وعن رمسيس وليفربول وباريس. اتكلمت عن حسن ورمسيس بالذات ولوس انجلوس. فكان عنده الانسانيه والموسيقيه والجماليه والحبكه الاسلاميه والتهويه، وبالتالي طبعا العزم الحرامي. لكن في امر ثاني من خلال الخبره اهتم بيه، الاستيطان، استيطان المكان اللي هو نواه لموضوع التخطيط المتوافق مع البيئه. ايه كمان؟ بداياته من غير النظريات التي استحدثت العماره البيئيه وما استحدث عنها بعد كده، العماره المتوافقه، العماره الخضراء، كذا كذا علوم بقى طلعت بعد كده، بس هو البادي في هذا تلقائيا. الاستيطان عنده جه ابتداء فكره من ساعه قريه الجورنه، فدخل في موضوع التخطيط والاسكان والصرف المادي والثقافه المكانيه عشان يطلع، ونتج عنها ايضا اجتهادات في انه ازاي من مصرف وترعه اخلق بحيره صناعيه معقمه عشان معالجه الاطفال اللي تحب تقوم وتترفع في البلاريسيا، كل ده معروض عندي. الاهتمامات دي خلت العالم كله يحترمه، ليه؟ لانه فكر جديد منتمي الى مكان وفق ثقافه المكان واقتصاده ومواده المحليه ومناخ المحلي، فالعالم كله احترم. كتب كتاب اللي هو يومياته عن قصه قريتين في التهجير، اما ترجم سموه عماره الفقراء، بس هو ما كانش بيقصد بيه عماره الفقراء، كان بيحكي قصته في هذه. دعمها بعد كده بشويه دراسات اخرى عشان يشرح النظريه اكثر، بس ما لحقش يكتب كتاب تنظيمي، اتكتب عنه كتب كتير لكن ما فيهاش حاجه نقديه تحليليه عشان تفهم الناس اكثر ويبقى منهج تعليمي. رمسيس في سواصف اهتم اكثر بالتلقائيه في العماره الشعبيه، بما يمكن ان يدخله على الطوبه من اضافات جير او تبن او كذا او كذا عشان تقوى، بتلقائيه العمل والتنفيذ على الطبيعه. ولما كان بيبني في قريه الحرانيه وابتدى فيها التبلور بتاع شغله الأكثر وضوحا، كان اما بيعمل بيوت للفلاحين اللي كانوا بيشتغلوا معاه في النسيج بتاع اللي معروف عنه السجاده الحرانيه اللي عمل بيه معارض في العالم كله، كان بيخليهم يعملوا شبه نموذج مجسم صغير بالطين وبالحجر، برضه هتيجي هتشوفوا صور الحاجات دي، ويشاركهم في الرأي ويتشاركوه في التوصية، فيطلع البيت كأنه هم اللي بنينه. في حوالي 9 بيوت من هي مساكن النساك موجودة، بس دلوقتي أصبح السواح هم اللي بيحبوا يروحوا يأجروا فيها. لما رمسيس اهتم ببعض الجماليات أيضا، كان مراجعاته لنفسه في حساباته الجمالية لم تؤثر سلبيا على قوة الإنشاء، سواء عمل بالطوب أو بالحجر. أيضا
متوافق تماما مع الإطار البيئي رغم قلة أعماله. أعماله الخرسانية حاجتين اتنين عظيمتين. الكنيسة اللي موجودة في ميدان مستشفى اليوبلس مصريين كنيسة ماري جرجس، والكنيسة بتاعت العذراء في الزبالك المنعشم، دي فيها شغل في الخرسانة. لكن الطابع المعماري المسيحية المصرية المعاصرة بلا تأثير من الرومانية أو البيزنطية، وعشان كده احترم في العالم فيهم الاثنين دول. عايزين نعرض صور للولاد ليهم، يعني هنعلق على بعضهم. اما توفي رمسيس وهو مش معروف عنه انه معماري، معروف عنه انه فنان واخد جائزه الدوله في الازاز المعشى وغيره وغيره. حسن فتحي وصاني ان انا اكتب عن رمسيس قبل ما اكتب عنه، وانا لسه ما خلصش الكتاب، انا واصل فيه حوالي 570 صفحه ولسه ما خلصش. حسن فتحي وصلت لحوالي 300 صفحة ولسه ما خلصش، أرجو إن ربنا يسمح بهذا. أي سؤال؟ يعني دي الدردشة أو النقاط اللي حضرتني بس لزيادة التعريف بالشخصيتين واحترامهم. العالم كله بيحترمهم واحترم برضه آخرين، لكن بيحترمهم لأن دول أكثر تعبيرا. ولما جم في المرحلة بتاعت اللي حصلت في محاكاة التراث من أجانب ثم المصريين زي مصطفى باشا فهمي وغيره، كانوا بيحاكوا الوجهات فقط. حسن ورمسيس ابتدوا من جوهر المعمار يطلعوا معمار مصر. اي حد بعد كده لو اي سؤال اي تواصل فيما بعد في الماده اهلا وسهلا. عندي سؤال لو سمحت، ازاي امرن عيني اني اقرا مساق افقيه زي دي؟ ازاي اقدر ارسم القطاعات بتاعتي؟ ايه اكتر ما يميز مباني من النوع ده؟ ان انا رسومات مختلفه بس ولا حكايه؟ لا رمسيس وصواصي صاحبكم بتحكي انه اكثر تواصلا مع عماره شعبيه، وبيتهيألي انه معماره قريب قوي من شخصه حتى ملامح وشه يعني. السحنه المصريه الاصيله. السحنه بتاعت المعاشي في الزمالك شيء يعني مصري، معبد مصري على شكل كنسي، جميله جميله جدا. ولو فكرت حد يغني كده وعايز يخوض التجربه ويعيد رسمها او يصمم مشروع على النموذج على التراث ده، يا ترى ياخد باله من ايه؟ المسقط اللي احنا شايفينه ده مسقط متحف حبيب جورجي لاعمال اطفال الحرانيه في تلقائيه العمل المباشر من غير توجيه من معلم. شكله غريب مش متعودين عليه، احنا متعودين احنا بنعمل مربع ومستطيل ومحاور، لكن دي من اثر استفاده رمسيس من كل المساقط المصريه، السلطان حسن البجوات وغيره وغيره، اللي هي مش متأيده الا بعوامل معينه، اما انها لضوء او لاستيعاب او لحركه او لتجمع او لتفرق او لمجالات جماليه او لانتقالات من مكان لمكان، فعشان كده تبقى غريبه علينا. ده الطريق بيخش كده وبعدين يبدا البرجه والرؤيه كده. الاضاءه هنا كلها اضاءه طبيعيه، وبالليل برضه معالجها بشويه اضاءه صناعيه، بس الزوار غالبا بيجوا الصبح. الحينيات اللي بيدخل فيها التماثيل لها علاقة متفصلة على مجموعة من التماثيل، الحاجات اللي لها نسب استطالية، الحاجات اللي لها نسب عرضية، الحاجات اللي لها نسب دائرية، الحاجة الحجمية الأكبر الأصغر، فكل فراغ من دول متفصل على نوعية معينة افتراضية من التماثيل اللي حاططها. ده كله نحت بس، إنما في حاجات تانية للنسبيات، في متحف تاني عامله للنسبيات. أشوف نظام الحركة كده وبعدين كده وتلف كده تلف كده وتتحرك كده وبعدين تخرج الضوء ده وبعدين كده وتخرج كده. يبقى هو بدا
كمان طول مسار الحركة جوه المتحف، يبقى أنا تعرضت لمعروضات أكتر وأكتر، وغير الإحساسات الانتقالية، فكل ما أخش انتقال أو حيز بتهيأ لاستقبال شيء مختلف عن اللي قبله وعن اللي بعده. زمن الانتقال من مكان إلى مكان بيساعد الواحد عشان أستوعب اللي فات وأجهز لأني هشوف شيء جديد. كل ده بتلقائية عنده نتيجة كثرة تعايشه مع البيئة المصرية، من شجرة إلى نخلة إلى متحف إلى أثر، خلته يطلع هذا العمل العبقري اللي بيعتبر في نظري من أجمل وأحسن المتاحف في العالم كله اللي أنا شفته. في قبة كبيرة هنا، في نقابه، في حاجات خباب بسيطة هنا، والسلم ده بيطلع على فوق. ده ما ينفعش إلا بأنكم تشوفوه على الطبيعة. واخد جايزة الألخان في العمارة سنة حاجة من بعد حسن فتحي على طول. عن المتحف ولا عن مجمل الأعمال؟ لا، عن مجمل الأعمال. أعتقد عن مجمل الأعمال. هو أنا كنت سامع إنه عن المتحف، بس اللي أنا عايز أقول يعني الشباب لو خدوا بالهم من البلان بتاع المسقط لازم يعني يقدر يوازي بيت من البيوت اللي إحنا بنبنيها دلوقتي. ومع ذلك هو عمل كمقياس رسمي يعني حاجة صغيرة لكن متقنة لدرجة إنه ياخد. على فكرة هنا الشمال كده، كل المكان ده من ساعة ما تخش من الحر لغاية ما تخرج في تيار هواء بسيط جدا، ما تحسش بفرق درجتين الحرارة، وتخرج هنا رغم ده حوش مكشوف بتحس بأنه برضه في نسبة لطف للجو اللي انت فيه، تحس إن هنا في معيار آدمي طول ما انت بتتحرك في هذا المشروع. مش مقصود بيه ان المبنى يسيطر عليك، يعني كنيسة المرعشي المقصود فيها نسبيا انها تسيطر عليك عشان التأثير المعنوي الديني ده المعابد، انما هنا تأثير اخر عايز يشعرك بان انت مع الاطفال دول وبتتحرك معاهم وبتتفرج عليهم. ده كله كان معمول بالطوب الني بس وقع من حوالي 10 سنين نتيجة موضوع ردم الترع في الجيزة، واعادوا بناؤه تاني زي ما كان تماما. ده موجود النموذج عندي والدراسات التحليلية الكاملة له على حوالي أظن 12 صفحة أو 12 صفحة. يزوروه على طول، المبنى موجود، دي فرصة عظيمة. والمبنى نفسه موجود في الحرانية. يعني ده خلاص بعد ما أعادوا بناؤه تاني في قرية الحرانية، بس وقتها كان محيط بيه زراعة كتير، دلوقتي بقى مباني عالية نتيجة التكدس السكاني والتكدس البناء. لكن لو هتروحوه لا يمكن هينمحي من ذاكرتكم من جماله وانسانيته واحساس انه بينك وبينه مسافه بسيطه قوي، انسانيه حميميه روحانيه ايحائيه بجماليات اخرى ايحائيه بوطن مثل هذا المكان. في فيديو للقريه كلها. قرية الحرانية من أقدم القرى في حتة الجيزة، قرب طريق الهرم وقرب الهرم نفسه. لكن وقت ما هو راح في أول سنوات الخمسينيات كان كلها زراعة، وخد الأرض اللي ذكرنا هنا الموقع بالكامل واشتراها وعمل حتة المشاغل للولاد، وبعدين مبنى، وبعدين سكنه الخاص، وبعدين اخته سيريس ويصواصف، وبعدين بنته مرات اكرام نصفي، بقى في مجموعه مباني. ادي الاطار العام تقريبا، واعتقد ان الصور دي يعني مش حديثه قوي ومش قديمه قوي، فمش مبينه البواخه بتاعه التعدي على الزراعه بالمباني العاليه اللي الناس بتقول فيها عشان الرزق هناك. وهتحس بانه في توافق كامل مع الاطار وتناغم بين الظلال وبين الاضواء وبين المواد اللي يحسسك بانك عايز تبقى قاعد في المكان ده، مش للترفيه لا، للسكنه، تحس بالسكن والسكينه في مثل هذه الاعمال. دي اضاءات من اعلى، وكله قائم على القباب والقبوات اللي هي المادة من الأرض لغاية التسقيف لغاية تحت تاني،
من مادة واحدة متماسكة، بس عايزة نظام إنشائي معين، سمكات معينة عازلة للحرارة. لو عارفين الطين أو الحجر، النوعية دي عازلة للحرارة زائد السمك، النوعية وسمك، يبقى هي دراسة للعزل الحراري. عبال ما تسخن من بره لغاية الساعة كام تبتدي تطرد تاني، فمحافظة على درجة الحرارة ودرجة الرطوبة على مدار اليوم. ده احنا ما زلنا هنا عند المتحف، ودي مباني تانية حواليه، وفي بركة وز وبط في المنطقة. حتى يبدو ان في اصوات طالعه اللي هي بتاع الوز والبط. الحاجات دي بعضها كان عشان غلال معينه بتتحط، وبعضها عشان تخزين بخيوط، وبعضها عشان الاصباغ. ادي البركه اهي اللي فيها الوز والبط. يبدو ان الفيلم ده متصور من حوالي مثلا حاجه 20 سنه. قبل المبنى ما يجرى له الثلاثيات. قبلها. طبعا لان ده مكانه وبيته، فكان بيعمل لمزاجه الحاجه اللي هو حاسس انه لازم يعملها. لكن اما عمل لبعض العملاء اللي طلبوا منه حاجات زي سواء بالطين او بالحجر، عمل شغل هايل برضه الحقيقه، هيشوف يتفرج عليه. لكنها كلها بيوت بسيطه خفيفه كده. للاسف بس هو اشتهر عنه، ده اللي عمله بديع حبيب جورجي اللي هو اخو مراته، كمدخل بعد كده للمتحف السجاد اللي استجد بكميته، غير المتحف الاصلي اللي عامله رمسيس. في عنده براعه ايضا في تصميم الاعمال النجاريه، سواء ابواب او اثاث او نوافذ او غيره، وبراعه اخرى وخد عليها جائزه الدوله، اللي هي الازاز المعشق، وبالذات الازاز المعشق اللي في كنيسه السيده العذراء في الزمالك. دي حاجات في المساكن. وكنيسه العذراء برضه انا مصور جميع النوافذ الزوجيه اللي خد عليها الجائزه في قاعه من القاعات. وهو كمان اللي عامل الازاز المعشق اللي اتباع في فندق فلسطين، هو اللي عامل الازاز المعشق اللي في نادي الصيد في الجيزه في المهندسين، وهو اللي عامل الازاز المعشق اللي في بلديه القاهره اللي على النيل، اللي بعد كده اسمها الاتحاد الاشتراكي، اللي بعد كده اسمها الحزب الوطني، اللي بعد كده خرابه دلوقتي. هو اللي كان عامل تصميم الازاز المعشق اللي جوه حوالي 12 شباك بالطول في غايه العظمه. كل الحاجات دي صورها عندي، وخطوطه اليدويه الاصليه معروضه، سكتشاته اللي كان بيعملها قدامي معروضه. يعني انا بشجعكم عشان لما تبقوا تيجوا تتشوقوا ليها. قلت له يا دكتور ليه في قناه الشراء من حضرتك، وحضرتك ما ربنا يسهل ونتفق يعني، بس ارجو انه ما يحصلش ما يضطرني الى اني يعني، لانه العقبات والاحباطات من صندوق التنميه الثقافيه مخليني بفكر نفك ده كله، هيروح مكتبه اسكندريه. متحف بيت المعمار المصري موجود في البيت الاثري من العصر التركي في القلعه، وده نفس البيت اللي كان ساكن فيه حسن فتحي. شوف علاقاته في توزيع الضوء وكسر الشمس عشان يدخل نور او يدخل شمس، يعني في شمس مباشره او نور منعكس، كل ده عامله بحساسيه ودراسه مش على الورق، فعلى المكان. يعني ميزه من ميزاته انه كان ده بيت اكرام نصبي اللي هو جوز بنته. اظن انه في بيت من البيوت يا فندم منعوا ياخدوا رخصه من الحي علشان نبني بلوكين بالكامل، في فتره من الفترات حصل كده. لكن في حاجات طينيه عايشه لغايه دلوقتي، الرامسيوم اللي في الاقصر في غرب الاقصر عايشه لغايه دلوقتي، وفي حاجات لا اتهدمت نتيجه ايه؟ انه العزل في الارض ما جاش صح، او زي ما حصل في الجورنه
الفلاحين اللي مش عايزين ينقلوا اطلقوا عليها الميه بالليل وهو عمل محضر في الشرطه فتاثرت، واغلبها دلوقتي تهدم بفعل فاعل. يعني شايفين المباني بقى العاليه اللي ابتدت تغير، ده بيته هو اللي ساكن فيه. كان في نوبة صور للناس اللي شغالين فيديو شغل النسيج اللي اشتهر بيه عالميا، عمل ميما عارض في انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمانيا وامريكا. هو كان غاوي العمل اليدوي، واول ما رجع من باريس عمل مدرسه حرفيه في مصر القديمه، المباني بتاعتها لسه موجوده وصورها عندي موجوده معروضه. بقى يعلمهم حاجات في النسيج، حاجات في الخزف، حاجات في التماثيل، لغايه ما اتقابل مع حبيب جورجي وبقت مدرسه فكريه كامله. حبيب جورجي اللي هو استاذ اساتذه التربيه الفنيه اللي هو حماه. فتبلورت هذه ازاي يعملوا خيوط طبيعيه، ازاي اصباغ طبيعيه من البيئه والنباتات المحليه. لكن الاعجاز مش في ده، الاعجاز انه كل حاجه من دي ملهاش رسم مسبق. ما بيقولهمش ارسموا كذا، لا بياخدهم مره في بنت الحيوانات، مره في الريف، مره في شوارع المدينه، مره بيحكي لهم قصه ويسيب الخيال يشتغل ويقول له ابتدي، يوجه بس، يقول له طب ما تراعي الافقيه بدل الراسيه بس. لكن ما بيقولوش حاجه ثانيه وسايبه يختار الالوان زي ما هو عايز، سواء هو بنت او ولد. واشهد وانا المسلم وهو المسيحي، كان بيديني وقته زي ما انا عايز. عشان كده بنقول كل واحد بيقعد يضربه زي ما هو عايز، انما التسامح والمحبه والاستاذيه فضل عليا كبير جدا رمسيس هو وحسن. اداه في حته المشاغل، فكان الاطفال دول بقى ما كنت بروح له في رمضان زمان وانا طالب، بيوصل لهم وقت الفطار ترابيزه، وفي العيد الاسلامي بيجيب لهم اللبس الجديد. دول ابناء اللي كانوا موجودين، يعني لان الرعيل الاول بعضه مات وبعضه بقى عجوز، وصبيه وصبايا الاثنين ده وده، وبقوا اساتذه كبار. بعضهم استقل بنفسه وعمل حاجه ثانيه، لكن ما فيهاش الاصاله دي وقت ما كان هو موجود، لانه ما حدش بيثير فيهم الخيالات الجميله المحليه البيئيه. تلوث البصر عندهم بالمشاهد المحليه اللي في نطاق التكدس. صنعت النسيج بالنول اليدوي دي لغايه دلوقتي عالميا لا احترامها الشديد، اي حاجه يدوي غير الحاجه الميكانيكيه. كل دول من الفلاحين البسطاء اللي ما كانوش بيعملوا غير ان هم بيزرعوا، استكشفت مواهبهم، شجعوا واستثيرت حواسهم واخيرتهم، البث فيهم مشاعر الانتماء فطلعوا هذا الفن. وده اتعمل عنه كتب، بعضها منشور في مصر وبعضها منشور في بلجيكا وفرنسا. حسن فاكر رمسيس في صلاص عشان اتكلم عليهم، انا عايز اسبوع كامل كلام، انا دلوقتي بس ما دردش معاه. تنتج من اعمال الناس دي وواجهاتهم الخارجيه يصعب علينا دلوقتي لو انت متمرس في الشغل بتاع الخرسانه المسلحه اللي هي شبابيك المستطيله الاسقف المستويه الارتفاعات الشاهقه في بعض الاحيان، وبيبقى عليك انك تنحت الشكل. معالجه النهايه بتاعت الاسقف بتاعت الناس دي بالشكل ده بتبقى فيها كم من الانحناءات، واحساسك الطبيعي بمسارات القوى بيخليك انت انشائيا منسجم، تشكيليا منسجم معاه جدا، والنهاية مش خط واحد، ففي الآخر في بينه وبين خط السماء تناغم شديد. شكل القطاع ده مش من المتكرر عندك، إنه يبقى القبة، فتحة الشباك، التهوية أو الإضاءة العلوية اللي جاية من السقف. إحنا متعودين السقف يعني لمبة، نجفة، سبوتات، سقف ساقط،
هو بالنسبة له مش كده، السقف مش فلات، التكوين الداخلي مش معتاد، في انحناءات كتيرة جدا بتخلق فراغ داخلي احساسك بيه غير احساسك الاربع حيطان والسقف. وجهة نظره اذا حبينا نستشفها محتاجة مناقشة. اللي انت شفته واحنا بنعرض لك منه شوية حاجات، هل وجهة نظر تترجم في جملة في كلمة ولا في نقط، ولا انت ممكن تكون شايف منه ايه؟ وجهة النظر دي ايه؟ انه يبني للبني ادمين انك عليك تمارس مهنتك بعد وقت طويل من الخبرة عشان يبقى عندك وجهة نظر، انه تاخد بالك انه التنفيذ في الموقع مع الناس بالخامة مع البني ادمين مع مناقشتهم هتنتج معمار ليه وظيفة مختلفة عن تصميمك في غرفة مغلقة بسكتشات بانك تطلع بيها اشكال معمارية تنافس بيها الزملاء. لا الحكاية تختلف شوية، بانه عارف البني ادمين ودرس كل التجارب السابقة وبالتالي تنطبع بقى على شخصياتهم أشكال مختلفة. عايز أضيف حتة تربوية من مسببات النتائج دي، أولاً إن هو مثقف جداً وأبوه كان بيعمل دايماً تسابقات بين الإخوة مين قرأ إيه الأسبوع ده، ده نمرة واحد. نمرة اتنين إن هو عيل كان بيشوف محمود مختار بيجي في بيت أبوه وصواصف باشا العظيم اللي كان رئيس مجلس الأمة زمان وتحدى الملك فؤاد. الحاجة التالتة إنه غاوي فن وبموهبة عالية. الحاجة الرابعة متذوق للموسيقى. حاجة خمسة انه بيشتغل بايده. حاجة سادسة انه مسك الخامة وتعرف على خصائصها ونظمها وطرق التعامل معها. اللي بعده انه اندمج مع المجتمع تماما فاستشعر ايه اللي يتوافق مع مزاجية هذا المجتمع. اللي بعدها انه عنده حافز انتمائي ان انا اعمل حاجة للبلد دي بما يتوافق معه. اللي بعدها اعتزازه بنفسه ان انا اهو تعالوا اتفرجوا على شغلي انا ما بكررش شغل الاخرين. الحاجة اللي بعدها تعلم البناء بتاع زمان اللي عمل الاثار العظيمة دي لغاية العصر المملوكي وبدايات العصر التركي، كان اسمه المعلم البناء بالخبرة التراكمية بيشتغل على الارض على طول من فكرة عامة بعد ما ياخد الغابات المالك ويروح يطالع الشغل ده. وكل حاجة لها مسبب، يا إما للضوء يا إما للتهوية يا إما عشان استعمال انتفاعي وظيفي معين يا إما عشان نظم الحركة الداخلية وخطوط الاتصال الأفقية والرأسية. ومع هذا الحجم الصغير الإحساس الحميم للمكان ده من حسن فتحي. بس انا كنت شايف جايب حاجه مدحت مختار، معلش وقت تاني لما هتيجوا تشوفوا مدحت مختار اللي موجود في الجزيره ده عمل عبقري ومحدش يعرفه الا اللي يتعايش معه اللي هو له وجه تشبه لمعبد حتشبسوت. حط شخصيه مختار المثال العظيم اللي هو رائد المدينه. هو المتحف ده محتاج يتشاف وتجربه لطيفه يعني، لانه في كاركتر مصري مجرد جميل هو الفنان اهو. ده برضو عندي يعني اعمل له نموذج مجسم وتحليل وقطاعات بس ده دور البدروم. هو بيتشاف من الطريق الاساسي جاي هنا فهو مهتم بالواجهه دي اكتر. وفندق الجزيره والبرج الكبير اللي هنا وبعدين والاوبرا الناحيه دي بخش له من هنا او بخش له من هنا او من الحديقه. التشكيل الخلفي هو قصده عشان يتوافق مع الممرات والليونة اللي في ممرات الحديقة اللي هي أصلا حديقة صرف وكاشة واللي خصص له هذا المكان. الوجهة دي مقصود بيها الإحساس الإيحائي بالمصرية القديمة اللي هي اتسم بيها شغل مختار اللي عمل معارض في باريس عظيمة وتعرف انه من الممثلين العالميين في هذا العصر. المدخل مش تخريجي ما دام عملت كده يبقى اخش من هنا، لا ده عامل كده ودخل كده. انتقالات الحركه اللي هنا وكل حاجه مدروسه في وضع المقتنيات بتاع المختار التي تبقيت بالمخزن اللي كان في شارع قصر النيل محطوط لها كل حاجه هنا. تتحرك وبعدين سلم بينزل مقبره مختار في الحته دي. وحصل تطوير بقى من حوالي 20 سنة اشتركت فيه مع الدكتور علي رفعت كتصميم تعديل وكتصميم داخلي بيديلك إحساس بإنك أنت معزول خالص عن بره ومتفرغ لرؤية كل شيء كما أراد مختار إنك تشوفه.
رغم شخصية رمسيس في طريقة التصميم والصلحية اللي هنا. هنا في تمثال كاتمة الأسرار، كاتمة الأسرار بتاعت مختار الأعلى كده، اللي رمسيس استوحى منها هي ومن أيقونة المسيح والعذراء، شكل الصرح الأمامي للكنيستين. دي دراسة تحليلية تقيلة. وتمثال سعد زغلول هنا، ده لازم تزوروه على الطبيعة. والبدروم بقى فيه دلوقتي الندوات والمحاضرات. هي فرصة طبعا إن يشوف أثر في أثر، يعني تشوف مختار شغل مختار قد إيه هو، يعني نحت مصري هايل يتشاف جوه مبنى مصري من إنتاج معماري مصري ومعاصر وفي وسط البلد مش بعيد عليك. قبل ما ننسجم مع كل نظريات وأعمال معمارية فظيعة خارجية، نشوف الأول تجارب الناس اللي كانت بتتحاور مع شغلنا، مع تراثنا، مع الوضع في الاعتبار. بين قوسين، كون فكرتك لحالك، اوعى تتأثر بين اللي احنا بنقوله، لأنه ده ممكن يكون موحي قوي انه المباني قد كده جميلة ومؤثرة، هي بالنسبة للناس كده. انت عايز تكون وجهة نظر تانية، بس الأول شوف، ما يعني ما تكونش وجهة نظر عن لساننا أو عن قراءات فقط، طالما إن المباني موجودة. دكتور، ها؟ ما وجهة النظر دي انا هكونها، يعني مثلا العمارة الإسلامية لما كانوا بيبنوا كانوا على أحسب الناس كانوا عايزين إيه؟ تمام؟ احتياجات الناس إيه؟ أنا دلوقتي الناس عايزين إيه؟ ما هو خد بالك من تجربة الراجل كانت عاملة إزاي؟ يعني ما اعرفش استاذنا الكبير عصام صفي الدين، لو انا حضرت في وقت ما كنا طلبه حوار على الاذاعه بين معماري عبقري قوي هو كمان صلاح زيتون، وكان بيتكلم عن حسن فتحي، ده ليه تجارب في اتجاه تاني خالص، وحسن فتحي ليه تجارب في اتجاه تاني خالص، وقد كده الاثنين كانوا كبار كفايه انه يقيموا اعمال ويتحاولوا، بس ده كان ليه وجهه نظر في التناول، وده ليه وجهه نظر في التناول. ده كان بيشوف الناس وبيقعد معاهم وبيمارس المهنه بايده، مش بس بيرسمها وخلاص، وبالتالي بيقعد يطورها. عشان ترسم قطاع واحد من دول او كلان عشان تعمل الوظيفه بتاعته، بتاخد بالك من تحميله عامل ازاي، وطريقه رسم القرش منين، ورجله ازاي، وعرضه ازاي، والفولت بيتكون ازاي، تكتشف انه الحكايه عايزه دراسه وقعده بس عشان تعرف ترسم ده، فما بالك هو وهو لسه بيبتدي. فخد وقت وهو ابتدى في الاربعينات يعني. بس هو عموما في نقطتين بس، حسن أو رمسيس كان بيعملوا التصميم كما لو كان متفصل على رغبة الطالب اللي طلب العمل، مع ترشيد خبرة المعمار. المعماري هنا بس بالخبرة يرشد له ويظبط له رغباته ويطلعها. فكل ما تم حتى في الجرنة، حسن ما سأل الفلاحين رغباتك إيه ونعمل لك بيتك إزاي، و ما فيش بيت زي التاني. ورمسيس نفس الحكاية، بيفصل العمل على حسب العميل في رغبته واستعماله وأحاسيسه وحجم أسرته وعاداته وتقاليده، فبيطلع شغل معبر. في اليام العمارة الإسلامية اللي بنسميها إسلامية، وأنا ما عنديش كلمة إسلامية، دي مراحل الحكم، ساعة ما ابتدى الحكم الإسلامي فنسبت إليها، إنما كل عمارة صادقة بتفيد الإنسان هي من عينة العمارة الإسلامية اللي فيها صحيح العمل للإنسان وللبيئة. في العمارة الإسلامية كان تقريبا نفس الحكاية دي، سواء هي مسجد أو مستوصف أو خانقاه أو قصر أو كذا أو كذا، قبل فرض التكرار نتيجة التكدس. إنما أنتم ما بتتفرجوا على الحاجات دي، غريبة عليكم في العصر ده. أنتم بتتفرجوا عليها عشان تستكشفوا المنهج الفكري. ايه اللي فيه ايجابي دلوقتي حتى بتتفرجوا على اثار، ايه الايجابيه اللي فيه اللي اقدر اطعم بيها في المستجدات في العصر الحالي، من غير فقدان للشخصيه ولا فقدان للتوافق الاجتماعي والاقتصادي المحلي. فهتعتبروها تجارب تتعلموا منها منهجيه فكر. لكن اخر عمل لحسن فتحي ده كان سنه 89 في مستجدات، واخر عمل لرمسيس في صواصف سنه 73. فانتوا اتفرجوا على الحاجات دي، والناصح فيكم بخبرته اللي بيدرسها هنا في القاعات انه يستكشف المنهجيه العلميه، ايه اللي فيه ايجابي اقدر اعمله. انا اناطح الناس دول ازاي عشان اعمل شغل يتقال ده وفلان المصري ده هو اللي عمل ده، مش نقله من الكتالوج الاجنبي، رغم انك لازم تتفرج على كل الكتالوجات الاجنبيه.
وكل الكتب وكل شيء وكل التجارب حتى المباني للإزاز. وشوف بقى أنت الإيجابية بتاعتك إيه. شوف ده اللي له درس إنشاء بأتقل الدراسات ولا يفهم إنه إزاي التحميل، إزاي انتقال التقل من فوق عشان يتوزع. بس القطاع ده جاي في حته ما اقدرش احكم بيها بالظبط على دي متوزعه ازاي، لان في كتف من الناحيه دي وفي كتف من الناحيه دي، او استمراريه لان ده رسم هندسي ده مش اللي عامله حسن. انما نتعلم نشوف رصه الطوب عشان اخلق الابو له ميل معين بيركن على حاجه، هنا ناقصه حته وميل بيركن على حاجه، وبعدين القوس ده عشان الدايره دي عشان نظام معين حتمي للنوع ده من الطوبه بمقاسها وقدرتها التماسك والشد وتجانس الاجزاء وغيره وغيره. وكل طوبه لها طريقه وخط للقوه بتاعتها، وده بطريقه ثانيه، وشوف دي بتخبز التقل اللي نازل من هنا، وهكذا وهكذا كل حاجه من دي اللي هتلاقوا لها النموذج كامل عندي. هنا مسار ميه وهنا مصرف، ده كان عامل الفكره دي من سنه 66. ازاي اطفال القرى يقدروا يعوموا في الترعه من غير ما يجدهم الهرسه. فالميه بتخش من هنا بس دي ابعد، انما هي الرسمه مقطوش هنا في الرسم الاصلي بتاعه. ولما هتقول لي هتلاقوا خطوط ايده وهو معلم لي على الرسم بالفعل. الميه تخش تيجي هنا تتعقم، يبقى المسبح بتاع الاطفال هنا، وهنا زي الكافيتيريا وقاعده زي مسرح مكشوف، والباقي بيطلع كده على المصرف. فاصبحت دي الحته المعقمه وبتتقفل بهويس صغير هنا. دي عبقريه في التفكير لبوسك المجتمعي معين. نعم. ازاي بيتعقم؟ لا بيحط في الميه، يعني زي كلور زي حاجه، مهم عشان ما يبقاش فيه بالهرسيه. دكتور الراجل دلوقتي هو بيفكر في حاجه مش صح؟ دلوقتي بقى في المره الموجوده دلوقتي. انا عندي سبرنت كتير جدا، تمام؟ فلما جه يفكر اللي هو اللي بيبني دلوقتي اللي هو يحل مشكله عمل عيال كتير، طب ما كده صح اللي هو بيحل مشكله. اه عشان كده انا قلت ايه، هو مجالهم مش المجال الحالي، مجالهم العماره الصحيحه للانسان مش تكدس الناس. اللي احنا فيه احنا السبب فيه، المباني العاليه والمتكدسه وكذا وكذا هي نتيجه التمركز الشديد للانشطه وللسكان وللمرور في رقعه مساحيه واحده، فلازم ننتج فيها هذا زي ما حصل في نيويورك. كله عارف ان الرقعه قليله في جزيره مانهاتن، ما يعملوش غير كده، انما احنا مامورين بالانتشار في الارض. اي مبنى اعلى من 5 ادوار خطا انسانيا، اي حاجه اعلى من النخله، اعلى من المجال الحيوي اللي فيه الطائر وغيره وغيره، ضد الانسان تماما. لكن لو كان انتشر العمران بطريقه اصح بعد تفعيل المخططات الاقليميه الصحيحه، ما كانش هنحتاج ان احنا نعمل كباري في المدن، شوارع معلقه ومباني عاليه، يعني كل الطرق اللي هي الاعمده والحاجات دي معناها انه الجسم مش سليم، فطلعوا المصارين عشان تنفذ من حاجه لحاجه. والبحث اللي كان اتعمل قبل كده في انجلترا سنة اواخر الخمسينيات اوائل الستينيات بشاير مصائب المباني المرتفعة على العلاقات الانسانية. فحسن فتحي ورمسيس مجالهم ما هوش المجال ده، المجال بتاع العمارة الانسانية والمجتمعات التي تبقي على صحة الانسان والعمران معا. فحاول تتآلف وتتكيف. لو انا قلت ان مفيش عيوب يبقى شهادتي مجروحه، لان انا لمستهم بالفعل ولمست قضاياهم ومبادئهم وعواملهم التصميميه، فانا اقول لك ان مفيش عيوب. لا، منسوبا لعصرهم ووقتهم وعواملهم، لا مفيش عيوب. لا، العيوب اللي ظهرت دلوقتي غصبا عنهم عشان الميه الجوفيه اللي عماله تظهر وتزيد، سواء عشان ردم الترعه والميه عايزه تتنفس فبتروح كده او كده، او التكدس او سوء الاستعمال او قله الصيانه او عدم الصيانه والمتابعه او الحرب المقصوده. لكن شهادتي انا بقى ما اقولهاش. اما فرانك لويد رايت يشهد لحسن فتحي ان ده
اعظم شغل بيحبه. لما فرانك لويد رايس جه بدعوه من صلاح زيتون وحسن فتحي الى مصر سنه 57، ما عجبوش شغل غير السلطان حسن وشغل حسن فتحي وشغل رمسيس. واللي هيجي لي برضه هيلاقيني كاتب عن مورتيمر شامبرز استاذ التاريخ القديم في لوس انجلوس كاليفورنيا، قال ايه على شغل رمسيس، ولوكوربوزيه قال ايه على شغل رمسيس وعلى شغل حسن فتحي. كل ده انا كاتب وموجود. فدول قالوا ان ده احسن نوع عماره يعبر عن مجتمع لولا الظروف ومتغيراتها اللي خلت انه ما يقدروش يشتغلوا في المجال ده. شو يا فندم، انا بيتهيألي في الوقت ده مصر كانت مليئه يعني بالمبعوثين للخارج من المعماريين والدكاتره والمتخصصين بيدرسوا في كل دول اوروبا، وبالتالي كان عندهم تاثير غربي جدا في البنى وكانوا كتير قوي. فكون في الوقت ده بالتحديد تظهر عند الراجل ده النزعه في البناء بالطريقه دي، اللي هو يهتم بالبيئه ويهتم بالمحيط في وقت ما كانتش فيه الموضه اللي عندنا دلوقتي في السستينابيلتي والجرين اركتكتشر لا ده هو كان في وقت ما فيش الكلام ده خالص، فكان واخد اتجاه مضاد. فعليك انك تقيم التجربه في وقتها بتاريخها علشان تقدر تقول هي كانت ناجحه لحد فين وحلت ايه من المشاكل وقتها بالفعل وتوافقت مع ايه. المتغيرات اللي حصلت لو كان، انا بقول لو كانوا عايشين اكيد كان في عبقريه معينه تخليهم يغيروا، بس برضه مش هيغيروا تمسكهم بان شغلهم وعماره انسانيه مش عماره الازدحام وعماره التكدس. ده مسجد القرنة بس ده خطيات يدوية، المدخل بتاعه هنا بيضة وهنا المئذنة وبخش كده، وده مكان الصلاة كله. دي قبة كبيرة جدا إعجاز في إنها بالطوب الني، وده موجود لغاية دلوقتي ما حصلش. بس الاستلهام ده كان من مسجد أثري يعني شعبي قديم في النوبة، استلهام المئذنة دي. وأنا حاطط الأصل بتاع المسجد في التحليلات بتاعت شغل رمسيس وشغل حسن. إنما المسجد ده كل منظره من الأجانب برضه بيعجب بيه، إزاي تألف الخط ده مع التقسيم الأراضي اللي موجودة مع حتة السوق مع الساحة، وإن ده الرمز في المدخل من الطريق اللي رايح على المقابر بتاعت الملوك وادي الملوك، واشوف ده في بدايه الساحه والاقي سوق هنا والاقي المصلح الثقافي هنا، يعني علامه مكانيه للسمه الاجنبيه للمار جميله جدا ونسب جميله جدا وكلها بالطوب الناي. اللي بيحكم كده مش احنا، اللي بيحكم كده كل المنظرين الاجانب اللي جم وشافوا الكلام ده. هو له عملين مشهورين قوي في المجال بتاع الاستيطان، ده هو الجورنة عشان تهجير اهل الاهالي فوق وادي الملوك وبيسرقوا منها وبيبيعوا للمقاولين وغيره، ده في منتصف الاربعينيات. ده بدايه التفكير فيه في اواخر الستينيات واوائل السبعينيات، قريه بريز او باريز في عند الوادي الجديد، دي لوحدها دروس متنوعه ثم تبلورت بعد مضي عمر حوالي 20 سنه دراسات في التهويه، لدرجه انه في مخازن غلال بيسافر لها الهواء مسافه معينه هو اللي حسبها لانه درس التهويه كويس جدا. المسافه دي مثلا 9 متر 12 متر على حسب سرعه الريح واتجاهه الغالب على مدار السنه في المكان ده ونسبه الرطوبه، يبقى المقطع عرضه قد ايه عشان يتحكم في السرعه والمسافه قد ايه وداخله من اتساع قد ايه وبتخرج من قد ايه، فرق درجه الحراره تحت عن بره حوالي 20 درجه والهواء بيتحرك لانه خلق امكانات بالعماره لتحريك الهواء وخلق تيار هوائي. ده اعجاز زي الملقف اللي كان مدروس في قاعه محب الدين وزي الملاقف اللي كانت في مصر القديمة أو معروفة على بعض البرديات. على فكرة أول ملاقف اتعملت هي العمارة المصرية القديمة، أول قبوات وقباب اتعملت هي في مصر القديمة أسبق من عمارة بابل وأشور. والعلماء العراقيين بيقولوا لا، إنما في إثباتات أثبتها الدكتور صلاح النجار في رسالته في السوربون إنها هي الأقدم
وطبعا يعني يمكن تورط خواطر عمارة الاستيطان اللي حوالين الأنهار غالبا بتدي حاجات متشابهة في أزمنة قديمة، سواء تبقى متقاربة شوية. الدراسة بتاعت قاعة محب موجود الدراسة بتفاصيل عنها؟ دراسة قاعة محب الدين هتلاقوها عندي في البتاع، أنا عامل نموذج صغير كده اللي سافرت بيه وشرحته في ليفربول، وحاطط جنبي الدراسات بتاعت حركة الهواء وداخل منين وبيخش يسافر المسافة قد إيه، إذا كان هيمر على فحم حجري ولا لأ حسب نسبة الرطوبة الجوية وحسب سرعة التحريك، وبعدين الهواء السخن بيطلع فين من الشخشيخة إزاي، بيتسحب من دفع الهواء السخن واستمرار التيار الخارجي، وساعات بيبقى هناك حرب والهواء واقف، لكن لما تبقى في قاعة محب الدين نتيجة الدراسة دي تحس إن في تيار هواء شغال إزاي؟ دراسة. والحقيقة اللي يعني أنا عايز أقول إنه ده يعني قاعة محب الدين ده توجه شخصي بإنه المعماري يروح يدرسها بكل تفاصيلها، ودي ما لا كانت موجودة في كتب ولا كان ليها دراسات سابقة، بس هو عايز يفهم كانت بتتعمل إزاي، ولا كان في السستينابيلتي ولا كل التفاصيل بتاعتنا دي، فكونه يدرسها عشان يخرج منها ببعض القواعد اللي تساعده على إنه يشتغل هتبقى بيتهيألي مجهود إحنا ما بنستحملوش كتير. بس هو كان في سؤال تاني يا فندم، هو بس كان قبل ما من ضمن الناس اللي استفادوا من الدراسه دي ودرس فيها زياده الزميل عمر الفاروق، ده برضه فنون جميل قديم، وكان حسن فتحي حياه على هذه الدراسه دي في الدنمارك. ايه علاقته بشادي عبد السلام ولا ما كانش فيه؟ شادي عبد السلام كان اكثر التصاقا برمسيس من حسن فتحي، بس تتلمذ على ايد داوده، لانه الفتره اللي كان شادي عبد السلام فيها، وشادي عبد السلام تخرج في أوائل الخمسينيات، كان رمسيس ميسا واصف موجود في الكلية أكثر من حسن فتحي، كان حسن فتحي مشغول ببدايات اتصاله بمعهد دوكسيادس بتاع الاستيطان في اليونان، وأيضا في أواخر الخمسينيات لغاية ما جه رجع تاني سنة 61. شادي عبد السلام ده معماري برضو، أنتوا عارفين شادي عبد السلام؟ شادي عبد السلام معماري فنون جميلة، وهو أشهر واحد عمل أزياء وتصميم عمارة في السينما، ومخرج لفيلم المومياء اللي واخد جوائز عالمية كتير جدا، ومصمم لعدة أفلام ديكورات لأفلام محلية وأجنبية تاريخية، والأوضة اللي فيها مكتب البيت المعمار هي اللي كان مأجرها زمان شادي عبد السلام والرفاع المومياء. وليه قاعة عرض دائمة في مكتبة اسكندرية يا شادي عبد السلام، تروحوا لأنه تقدروا تقريبا كلها بقت موجودة هناك. مصر فيها حاجات كتير بالمناسبة عايزة تتشاف، قبل ما يعني خدوا شوية تحصين قبل ما تواجه الدنيا اللي مليانة بغزو من كل حتة، يعني حصن نفسك بناسك وشوف وقيم واعمل اللي انت عايزه، بحيث لما تواجه تبقى مش خفيف، ما يبقاش جسمك ما عندوش أي مناعة من أي نوع. دول مصريين في أنواع كتيرة جدا وعملوا حاجات كويسة خالص، ويا ريت لو كانوا دول يدوا مثل هيبقى حاجه كويسه، ولو احنا قمنا بدور المحرض انك بس تروح ده فيبقى ممكن نكون عملنا اللي علينا، بس يعني حد فيكم يتحرض. هو رمسيس وحسن الزموا نفسهم باللي هم اعتقدوا فيه، لكن عمرهم ما قالوا لحد اعمل زينا، قالوا له شوف كل حاجه واعمل كل حاجه، بس امتلك وسائل النقد والفكر المنهجي اللي تخليك تختار مدرستك وفق المشكل اللي انت هتحله او هتتعامل معاه. انتوا مش دايما كنتوا بتنزلوا حديقة الازهر في رحلات كثيرة بتحصل؟ اتنين من تلامذته هم اللي اشتغلوا فيها، رامي الدهان اللي هو كان بيتكلم هنا وزوجته العزيزة، والاتنين تلامذة حسن فتحي هندسة القاهرة اللي كانوا قاعدين في مكتبه ده، واحد بيتكلم اسمه عبد الحليم ابراهيم، ده واحد من اللي قاعدين، ده استاذ دكتور طبعا، ده مش واحد عادي يعني، وهو معماري له باع في الممارسة المهنية، ده برضو كان بيتكلم عن الناس. فالمدرسة دي ودول كانوا صياغتهم دلوقتي، وإن كان رامي الدهان شوية ملتزم بتفاصيل كتير من شغل حسن بيه، لكن تجربة عبد الحليم إبراهيم لا مختلفة شوية فيها. أقول حاجة، حديقة الأزهر من أجمل الدراسات للحدائق في العالم، أولا بفضل الموقع، وثانيا بفضل الدراسة، واللي اشترك في التصميم العمارة الطبيعية أو ورحها بالدرجة الأولى ماهر ستيفو، وهو اللي خصص الأماكن، وبعدين رامي الدهان هو اللي فاز في المسابقة هو وزبير فريد، وقصد إنه يعملها تقليدية نسبيا، ما فرضش شخصيته، مستوحاة من العمارة المملوكية القريبة منه،
وعلى ذكر عبد الحليم ابراهيم، من اعظم وما كانش تلميذ حسن فتحي وهندسه القاهره بس تعلق بحسن فتحي، من اعظم المعماريين المعاصرين هو وراسم بدران، لكن منتجه ما هوش منتج حسن فتحي. وراسم بدران منتجه مش منتج حسن فتحي ولا رمسيس في صواصي. هم استوعبوا وبعدين خبره وملكه ونقد فطلعوا منهج خاص بيهم اعترف بيه كعمل عظيم. اللي كان حضر غيره كمان احمد حامد وجمال عامر و وعبد الواحد الوكيل، دول من تلاميذ حسن. حضر معانا اللقاء اللي عملناه عند مسجد احمد بن طولون، وعدينا من جنب حديقه الحوض المرصود اللي كان فيها قباب كده وتشكيلات مختلفه، دي اللي عملها المعماري عبد الحليم ابراهيم، وخد عليها اول من اوائل الحاجات اللي خد عليها جايزه. ده مشروع عظيم اهو، ده ما فيهوش حسن فتحي خالص، بس عمل اعاده صياغه للموضوع. ده موجود في مصر بالمناسبه، يعني ده اعاده صياغه لفكر حسن فتحي ولفكر العماره الاسلاميه بشكل معاصر وجميل للاطفال وللحديقه. عايز اعلق تعليق سريع هنا، ده طلب منه انه يعمل ده في قريه دار السلام في نيو مكسيكو في الولايات المتحده. الله، طب المسجد ده مربع، مش معنى المسجد التاني لانه هنا الارض حواليه فاضيه، فالتصميم العمراني والتقسيم للمكان سمح له انه يعمل كده في التوجيه، فما افتعلش ميول، مفيش مانع، يعني مش شرط عشان مربع ما يبقاش تراثي، لا انت بتحل مشكل استلهمت حاجة أو ما استلهمتهاش أو تأثرت بواقع المكان ومحدداته، ده عوامل مكانية تختلف من مشروع لآخر لآخر. برضه ما هحكيلكم هشرح لكم مجمل أعمال حسن، مجمل أعمال رمسيس في وحدة فكر تصميمي من حيث المنهج للتناول، لكن المنتج مختلف من مكان لمكان حسب عوامل التصميم في كل مكان عن الآخر. اتفضل تسأل. على فكره ده برضه المنطقه دي اصبحت مزار زي ما جورنا مزار في امريكا. الاجابه ببساطه، اولا التعرف الدقيق والنقدي التحليلي لكل ما هو سابق ومسبباته المكانيه والمناخيه والاجتماعيه والثقافيه، دي اول درجه تقف عليها. التعرف العظيم على كل المتغيرات في البيئه وفي المواد وفي التقنيه العلميه وفي التقدم و و ثم اختياراتك، ثم كل مشروع عوامل تصميمه ايه في محليته، واستفيد من الخبرات دي كلها يوم يطلع المنتج المحترم بلا افتعال. باشمهندس الكلام ده تقريبا احنا قلناه في نهايه الترم الاولاني لو خدت بالك، ودايما بيتقال في المحاضرات بتاعه التصميم، شوف تجارب السابقين، شوف اشتراطات الموقع وعلى احتياطات لازم تشتغل عليها، خد بالك من تقنيات. بس يبدو ان الكلام ده من كتر ما اتكرر فقد وظيفته، فبقى كلاشيهات جميله احنا بنعملها، واول ما نيجي نصمم وخد بالك من الممارسه بقى عشان تعرف الفرق ما بين حد بيقود شغلانه تبقى مزار وهي مستطيل صغير بسيط من وجهه نظر ناس كتير دلوقتي، لكن هو بيمارس ما يعتقد وهو شاف ده فنزل على ارض الواقع وعمل. احنا في الكليه بنعمل ايه؟ بنشوف كل الدراسات دي، نقعد شهرين نشتغل عليها كلنا مبسوطين منها جدا، اول ما نمد ايدينا على الشفافه كل الشهرين دول هم مش معانا، ده في وادي اخر. انا دلوقتي هرسم اللي فات دي كانت دراسات، ايه علاقه الاثنين ببعض؟ طب احنا عاملين دراسات دي ليه؟ عشان في الاخر نهايتها تاخد قرارات تصميميه توجهك خالص ناحيه الحل. هو بيصدق ده وبيصدق ويمارس ده، احنا ما بنعملش. انت خدت بالك الكلام اللي قاله المعماري عصام صفي؟ انت بالنسبه لك تقريبا ايه الكلاشيهات دي بقى؟ هي كل شويه اقتصادي اجتماعي، ما خلاص بقى، ايوه، لان احنا ما بنمارسناهوش فبالتالي تحول لكلاشيهات. لو قعدت طول النهار تسمع الافلام كل واحد يروح بحب يتباع ما تبقاش ليها اهتمام في ذلك. لو لبست واحد ست كده برشات كده عارف المظاظ تحطها على الفستان مش ليه لازمه بقى كتير جدا لدرجه انه مش مميز، مع ان واحد بس يقدر يظهر كل الجماليه وتلمعها. لكن هي الحكايه اعتقد تعب قوي ودرس في وسط وقت ما كانش فيه ده، وسط توجه كان رايح في اتجاه اخر تقريبي شويه،
وعمل حاجه، عمل خطوه، قيمها بقى زي ما انت عايز. لكن انا فايدتي منه حكايه يفعل ما يعتقد، يعني دي مهمه جدا. في فيلم قالها الدكتور ياسر قال كلمه القرار التصميمي. القرار التصميمي ده بيسبق التعرف على المكان بخواصه كلها، مش بس من لوحه ولا خريطه مسحيه، لا، المكان على الطبيعه، الزياره الاستطلاعيه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، التعرف على كل الخواص مناخيا، عمرانيا، اجتماعيا، مطل مش مطل، نوع الخضره، ارتفاع الاشجار، اتجاه الريح الغالب على مدار السنه، و و و و ده دراسات تشخيصيه. وبعدها كل حاجه دراسه تحليليه. التشخيص اللي انا شفته ده يؤثر في ايه على المكان وعلى التصميم وكذا وكذا، وبعدين انه عوامل من الحاجات التحليليه اللي ليها تاثير اكبر على تصميمي في المكان ده، وردا على البرنامج المعماري المطلوب له اهداف معينه، ثم اتخاذ القرار التصميمي بناء على العوامل اللي بيسبقها التشخيص، اللي بيسبقها التعرف على المكان والاندماج فيه. فالقرار التصميمي هنا ممكن يبقى غير هنا غير هنا غير هنا، رغم ان هو الشخص واحد، بس اختلاف المكان واختلاف البرنامج المعماري واختلاف استيعاب البشري في حيز واحد لوظائف معينه بتخلي المنتج المعماري مختلف. لما تجرب تبني وتشوف المتحف اللي هو عامله رمسيس في سواسف في الحرانيه، وتشوف قد ايه انه فولت صغير، ارش صغير، قبه مفطوسه في المكان الفلاني، وموجود تمثالين معينين نازل عليهم الاضاءه وجايه كما لو كانت سبوت نازل فوق التمثال بالظبط، دي عايزه واحد قاعد حاطط التمثال وبيشتغل في القبه وبعدين بيحط القمريات بتاعته في المكان ده وجات بالظبط ولا لا، لكن مش بيرسم في المطلق. طب القرش الثاني لو انا عملتها في الاتجاه ده الصبح بتيجي في هنا، وبعد ده عنده ده راجل ممارس للمهنه، ولا يعنيه انه يبقى عالمي ولا مش عالمي، هو يعنيه جدا البني ادمين. واللي لازم يعمل، هو ما كانش بيسعى ورا المسابقه العالميه ياخد الجائزه الاولى، هو بيسعى ورا الناس. الجوائز بقى تسعى ولا ما تسعاش مش قضيه، هو بس يعني مخلصين في ممارستهم للمهنه، في اخلاص جامد لممارسه المهنه. اتفضل. معلش ثانيه واحده، على ذكر التمثال والضوء ومش عارف ايه، دراسته لوضع التمثال منسوبه الى حجمه، منسوبه الى مكانه، الى نسبه ارتفاعه بالنسبه للي هيتفرج عليه، وبعده او قربه عنه، والإضاءة الغالبة الطبيعية على مدار اليوم اللي هو بيتوقع ذروة الزيارة قد إيه، من كام لكام، فدرس الفتحة تبقى قد إيه وبعدها قد إيه، فهتلاقي على مغضية حوالي ساعتين الإضاءة مناسبة جدا. ودي عبقرية، بتفكرني بحاجة مهمة جدا، إزاي المصري القديم في لحظة معينة تعامل ضوء الشمس عند قدس الأقداس في معبد كذا أو في معبد كذا. عايز اتعايش مع المكان، وعبقرية انسان بيفكر في احسن ما يمكن ان يقدمه لاهله. ازاي كان تلقائي قوي يعني دكتور قال ان هو كان تلقائي قوي في اعماله؟ اني واحد فيهم؟ رمسيس كان تلقائي جدا، والدراسات اللي هي الدقيقه قوي. وانا ما بقصدش تلقائي يعني عشوائي على فكره ومش عارف، لا في المكان، ولا لو يعمل كذا، لو يعمل كذا، ما يعمل كذا، فدي تلقائية التصرف وفق الشيء اللي هيواجهه في لحظتها. بس في خطة مسبقة، بس عنده تلقائية الشيء وتناغماته اللينة المريحة وفق ما بيبقى، زي المعلم البناء القديم بالظبط، مش شرط الهندسة المحاسب الآلي ويتأيد بيها، لا، عنده تلقائية التصرف على بيته على طول، وده أكسب الشغل بتاعه عظمة. عليكم بقى، يا ريت لو حد حابب يبقى بيدينا شويه ملاحظات كده عن محاضره النهارده تحت عنوان نظريات العماره. تحت العنوان ده هو متخيل ايه عن نظريات العماره عند الناس دي، او ايه علاقه ده بالنظريات بشكل عام؟ عشان كده اسمها نظريات، خلوا بالكم، مش شرط ان هو ده 100% صح، انت اختار اللي انت عايزه، دي نظريه ودي نظريه ودي نظريه، ودي العصر ودي العصر ودي العصر، ودي المكان ودي المكان. يعني اذا كنت تستطيع انك تستشف من ده وجهه نظر، فاقول انا من رؤيتي للاعمال وجهه نظرهم المعتقدينها هي دي، ورايي انا فيها كذا. اذا يعني انا عارف ان خبرتك جايز ما تسمحلكش بانك تقول راي فظيع كده، لكن على الاقل وريني احساسك بيها عامل ازاي في المرحله دي. الانطباع ده عامل ايه للمعمار ده؟
وبعدين هنبتدي نتعود لما ننزل نزله من النزلات للاماكن دي انك تستشعر العماره مش تقراها بس كرسم، انك تحس بيها وانك غمض لك عينك وحسس على الحيطان دي وشوفها عامله ازاي، حس بالاضاءه والاصوات والروائح بتاعت المزروعات اللي حواليها. الجو ده 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 معمار يعاش. مش صراحه يعني كلنا استفدنا استفاده كبيره قوي، وانا عن نفسي استفدت استفاده كبيره على المستوى الشخصي من الشرح المباشر نتيجة التواصل ما بين دكتور عصام صفي الدين وبين حسن فتحي ورمسيس ويصل واصف. يعني فعلا في منتهى الإبداع إنك تسمع من حد عاصر الشخصيتين العظام دول. خاص الشكر والتقدير لأستاذنا المعماري المعلم دكتور عصام صفي الدين. خالص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور ياسر السيد، اللي أنا على مستوى الشخصي يعني بعشق المحاضرات كلها. أتمنى من الله عز وجل أن يكون علم منتفع به ليوم القيامة. أشوفكم دائما بخير. دكتور كمال الجمالاوي.